في تصريح غريب جدا من الفنانة السورية سلافة وخرجي، بتقول ان هي بتشوف الانبياء كل يوم في الحلم. نشرت الفنانة سلافة وخرجي على حسابها على فيسبوك وقالت: انا حد كتير بعيش احلام ليلية معينة، وبشوف رؤية كتير، وبشوف انبياء كتير، وشفت كل الانبياء تقريبا، ومن فترة شفت الست رقية بنت الحسين، كانت بتناديني اروح لعندها، فتنكرت وذهبت للضريح الخاص بها. وطبعا بعد الكلام ده ناس كتير بقت تهاجم الفنانة سلافة وخرجي، وقالت ان هي بتقول كلام اكيد مش حقيقي او بتخترع الكلام ده. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.